مرحبا بكم في قناة المغرب دوت كوم. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. هذه أبرز العناوين. الملك محمد السادس يفاجئ العالم بخطوة غير متوقعة بخصوص وفاة الأسطورة البرازيلي بيرلي. مدرب المنتخب الوطني المغربي السابق هيرفي رونار يكشف حقيقة عودته للمغرب وتدريب فريق الوداد الرياضي. رسميا نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يضم نجم المنتخب الوطني المغربي آخر إلى صفوفه رفقة المغربي أشرف حكيمي. خطوات صغيرة تفصل حارس المنتخب الوطني المغربي ياسين بونو من الانتقال إلى هذا الفريق الجديد. مدرب الأسود وليد الركراكي ينافس على لقب جديد بعد تألقه رفقة الأسود في المونديال. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية لمواساة إلى أفراد أسرة الراحل إيدسون بيلي الذي توفي يوم الخميس الماضي عن عمر ناهز عن 82 عاما. ومما جاء في برقية الملك محمد السادس: لقد تلقينا ببلاغ تأثر بنبأ وفاة أسطورة كرة القدم البرازيلية والعالمية إيدسون بيلي الذي برحيله فقدت البرازيل والعالم موهبة كروية ساحرة حظيت بحب وإعجاب عشاق هذه الرياضة الشعبية في كل أرجاء المعمور وساهمت في تكريس لعبة كرة القدم كعنوان للسلام والتعايش والتفاهم بين مختلف الشعوب والثقافات. وأعرب جلالة الملك بهذه المناسبة المحزنة لأسرة الراحل ومن خلالها لكافة أقربائه ولسائر أصدقائه ومحبيه في العالم عن أحر التعازي لجلالته وأصدق مواساته، مستحضرا جلالته ما كان يكنه الراحل الكبير من مشاعر صادقة والتقدير للمغرب الذي سيظل يحتفظ بذكرى زيارته المتميزة له سنة 1976 رفقة فريقه نادي سانتوس. وأضاف جلالة الملك: إذ نشارككم مشاعر الحزن في فقدان بطل رياضي عالمي سيظل اسمه خالد في سجل الذهبي لكرة القدم العالمية، أرجو أن تتفضلوا بقبول فائق عبارات ومواساتي وتعاطفي. نفى مدرب المنتخب الوطني المغربي السابق هيرفي رونار الأخبار الرائجة حول تدريب الفريق الوداد الرياضي لكرة القدم خلال المرحلة المقبلة، وأكد هيرفي رونار أنه لم يتواجد في الدار البيضاء لتوقيع عقده مع الوداد الرياضي، مشيرا إلى أنه يتواجد في الدوحة القطرية خلال الفترة الحالية. ويذكر أن مجموعة من المنابر الإعلامية أكدت أن هيرفي رونار حل بمدينة الدار البيضاء المغربية من أجل التعاقد مع نادي الوداد الرياضي لتولي مهمة تدريب الفريق الأحمر خلفا للمدرب السابق حسين عموتة. أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يوم الجمعة الماضي عن توقيع أول عقد احترافي لمهاجمه الشاب الفرنسي المغربي إلياس حسني، حيث كشف عن ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي. إن اللاعب بات مرتبطا بنادي العاصمة حتى 30 يونيو 2026. وانضم حسني الى مركز التكوين الاول لنادي العاصمه في عام 2017 قادما من نادي باريس اف سي، ثم انضم الى المركز التكوين الاقل من 17 سنه قبل ان يصعد الى الفريق الاقل من 19 سنه، حيث اثبت نفسه كلاعب واعد منذ بدايه الموسم 2022-2023. وتعمل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على تجهيز أوراق لاعب ليكون جاهزا للمشاركة مع المنتخب الوطني المغربي الأولمبي تحضيرا لأولمبياد باريس 2024، ومنه تحضيره ليكون متاحا للمدرب المنتخب الوطني المغربي وليد الركراكي في كأس أمم إفريقيا القادم المنطلقة في الساحل العاج من العام المقبل. وتألق حسني بشكل ملحوظ حيث ساهم في تأهل فريقه إلى الدور 16 في دوري كأس الاتحاد الأوروبي للشباب، حيث سجل 8 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين في 6 مباريات. وظهر المهاجم الشاب لأول مرة على ورقة الفريق الاحترافي بمناسبة لقاء الدوري الفرنسي الأربعاء الماضي. دخل الدولي المغربي ياسين بونو حارس مرمى المنتخب الوطني المغربي ونادي إشبيلية الإسباني دائرة اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة بعد تأهله اللافت في الفترة الماضية وتتويجه بجائزة زامورا كأفضل حارس مرمى في لا ليغا الموسم الماضي.
وأوضح موقع فوت ميركاتو أن حامي عرين أسود الأطلس أشعل الصراع بين باير والشياطير الحمر، وذلك لإقناع إدارة الفريق الأندلسي بتصريحه خلال الميركاتو المقبل. وأشار المصدر نفسه أن مانشستر يضع بونو ضمن أولوياته رغم المفاوضات الجارية مع الإسباني دافيد ديخيا لتمديد مقامه، غير أن الدولي المغربي يبقى الخيار الأول داخل القلعة الحمراء. وحسب المصدر ذاته، فإن زعيم كرة الألمانية باير ميونخ فتح باب مفاوضات مع إدارة الفريق الأندلسي للتعاقد مع بونو بعد الإصابة الخطيرة التي تعرض لها مانويل نوير والتي أنهت موسمه بشكل مبكر. وأصبح بونو الصاحب 31 سنة على مشوار مميز مع نادي إشبيلية قبل أن يؤكد على كعبه بقميص المنتخب الوطني المغربي بتألقه في النسخة الأخيرة من نهائيات كأس العالم قطر 2022. يسعى مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم وليد الركراكي للفوز في سباقه بلقب أفضل مدرب في إفريقيا لسنة 2022، وذلك حسب التصويت الذي طرحه الموقع فوت أفريكا المتخصص في كرة القدم الإفريقية. ويطارد مدرب المنتخب الوطني المغربي الصاحب المركز الثاني المتصدر فلوران إيبينغي في المركز التتويج باللقب القاري. ويحتل مدرب فلوران إيبينغي صدارة القائمة إلى حدود كتابته هذه السطور برصيد 45%، ويأتي في المركز الثاني مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي بحوالي 42%. شكرا على حسن المشاهدة، لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد أخبار المغربية.